يسعدني ويسعد جميع الشعوب في الأمة العربية أن تكون مصر قوية اقتصاديا وعسكريا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. السيسي أنا بعتبره المخلص صراحة، يعني هو بلدي الله نعم عليها إنها يشيلها من المأزق اللي كانت فيه. وأنا جدا يعني بحسدكم على السيسي، إن شاء الله يكون عندنا السيسي في لبنان. سيدي احنا حاجتنا بالسيسي الذي يعمر تونس كما عمر السيسي مصر. وهلا انا عم بيجي على مصر عم شوف الرئيس السيسي عم بيحول مصر الى جنه. شقوبه. مصر قدرت ان تضع حدا للفساد. تاني شغلي في عقل مخطط، في خطط عم بتصير للاوتوسترادات للجسور للمدن. العاصمه الاداريه بكره لما تخلص انت عارفه شو راح بيصير فيها؟ عاشقه للرئيس السيسي، الشعب هني يعشق شيء اسمه الرئيس السيسي، احنا بعد نحبه، حتى الكويتيين يحبونا. بدي احب حي بس الرئيس السيسي، وان شاء الله يكون عندنا رئيس مثله يحيينا عن لبنان. لكي يعم السلام والامن كل شعوب المنطقه، ان على المجتمع الدولي تفعيل التزامه بتحقيق السلام الذي طال انتظاره والتصدي للاجراءات التي تقتطع الارض.